بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم معنا النهاردة. طبعا زي ما انتم شايفين واخدين كل الاحتياطات عشان موضوع الكورونا ده. مهم جدا جدا ان احنا نلتزم عشان في المدة اللي فاتت دي كورونا عمالة تزيد، فلازم نحمي نفسنا ونحمي ايه غيرنا كمان، مش نفسنا بس، الناس الكبار في السن والتعبانين والحاجات دي اللي حوالينا، كل واحد في بيته ناس كبار صحتهم تعبانة، فلازم نحميهم. هنتكلم النهاردة عن رمضان، بس مش هنتكلم بقى بالطريقة التقليدية، ياما اتكلمنا قبل كده، فعايزين نشوف جوانب جديدة شوية نتكلم فيها في رمضان. عايزين نبص على طقوس العبادة عامة. ايه هي العبادة؟ يعني عارفين ان العبادة دي مرتبطة بالدين، مرتبطة بالعقيدة، بحاجات كتير. فبنفتكر ان احنا ايه كل المطلوب مننا في الحياة ان احنا نزود ونزود في العبادة، وكل ما نعمل اكتر ونتشدد في اساليب العبادة ان هو ده بقى في حد ذاته اصبح غاية، وبنتسابق مين يعمل احسن ومين يعمل كده. ده طبعا مفهوم خاطئ. يعني ايه ان الواحد يعبد ربنا؟ العبد يعني واحد بيشتغل لسيبه. فنعبد ربنا يعني نشتغل له. يعني ايه نشتغل له؟ يعني ان احنا زي ما نقول ايه نعمل في سبيل الله. ايه هو العمل اللي في سبيل الله؟ هل العمل اللي في سبيل الله مفهوم منه ان انا الصدقة ومساعدة الغلابة وكل ده؟ لا، مش هو ده بس، ده جزء صغير. الإحسان في العمل هو أسلوب شمولي. الإحسان في العمل والمعاملة، يعني إتقان العمل والإحسان في المعاملة، دي حاجة شمولية ممكن نمارسها على كل مستوى. فهو هنا يبقى معناتها إيه؟ العبادة هي أصلا الإحسان في العمل، ده الغاية بتاعتها. الصلاة والصوم وكل الحاجات الفرائض دي وسيلة ربنا أدها لنا عشان توصلنا للغاية. فالصيام هو أحد الفرائض دي. والصيام على فكرة زي الصلاة، زي الحج، زي الحاجات دي، موجود من آلاف السنين قبل الإسلام. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما راح بستنا هاجر وراح بيها وهي حامل مش قادر تكمل الرحلة اللي هي من مصر لمناطق كنعان اللي هو فيها، فراح في منطقة مكة عند قبيلة مصرية اسمها جرهم. دول كانوا بيتكلموا اللغة المصرية اللي هي هاجر كأميرة مصرية صغيرة، كانت 16 سنة في السن، ما تقدرش تفهم غير لغة مصر، يعني ما تعلمتش لغات تانية. فوداها عند القبيلة دي وعشان يسيبها هناك لحد ما تخلف، وبعدين طبعا لازم يدفع مقابل. فلقى ان عندهم طقوس، من هذه الطقوس في زي مبنى جزء الطقوس بتاعتهم بيلفوا حواليه، هو الطواف حوالين المبنى ده، اللي هي عرف بعد كده في شكله الأخير بالكعبة. هو كان ما كانش مكعب في الأصل، يعني كان جزء منه مربع وجزء نص دايرة، وكان علوه 2 متر حيطة كده وملهاش سقف، وكان متهدم ومكسر كده. فهو يعني عشان يرد الجميل قعد يصلح، يعني رفع القواعد، يعني الطوب اللي واقع والكلام ده قعد رفع القواعد لحد ما بناه. ويبقى طقوس الحج كانت موجودة، الصيام في شهر رمضان كان موجود، كل الصلاة كانت موجودة، يمكن في أوقات مختلفة ما كانش فيها قرآن لكن كانت موجودة. فكل
الطقوس بتاعتنا أو الشعائر بتاعتنا ترجع إلى مش بس سيدنا إبراهيم، هي كانت موجودة لما راح عند جورهام، يبقى كانت موجودة أنا أعرفش من إمتى، من ما قبل التاريخ أو كده يعني. فالصيام يعني بيرجع إلى أزمنة بعيدة جدا جدا في التاريخ، صيام شهر رمضان ده. في ناس طبعا ابتدوا يحسبوا حسابات فلكية ويقول لك إن شهر رمضان مش في الشهر القمري بتاع رمضان اللي إحنا بنصوم فيه وفي أشهر تانية. أنا مش عايز أدخل في جدالات سيدة، أنا كل اللي أقدر أقوله إن من ناحية قياسات الطاقة اللي بقدر أحدد بيها بداية شهر الصوم ونهايته، واللي هي تغير في طاقة السماء بيزيد النورية فيها والطاقة المنظمة لكل شيء بتزيد فيها، بلاقيها مع بداية رمضان إلى آخر نهاية رمضان كل سنة. يعني بالنسبة لي ما فيش شك إن احنا صيام رمضان في الشهر القمري هو الوقت السليم لصيام رمضان. نيجي بقى ايه هو هدف الصيام؟ يعني هدف الصيام زي ما بنقول ما هو احد الشعائر، وهو وسيلة، وهي زي كل العبادات وسيلة الى الاحسان في العمل. فلو الانسان فاكر مثلا هيجي في رمضان يقعد يزود في العبادات ويصلي طول النهار ويقعد يقرأ قرآن ويعمل الكلام ده وما يشتغلش، طيب ما اعرفش، انا هسأل السؤال وانتوا اللي تجاوبوا، يعني هل صيامه مقبول؟ لا، حاجة عند ربنا بقى. لكن ان انا اشيل الاحسان في العمل من الصيام يبقى الوسيلة هتودي لفين؟ ما وصلتش للغاية المطلوبة. احنا دلوقتي جينا في شهر الصيام فيه جاي في نفس الوقت مع الكورونا اللي مبهدلة العالم كله ومقعدانا في البيوت، وفي كتير مننا خلاص ما بيشتغلش، قاعد في بيته. فممكن يسأل يقول ايه، طب الإحسان في العمل ازاي وانا قاعد ما عنديش شغل؟ هو هنا العمل يشمل المعاملة، يعني يمكن دي فرصة الواحد هو قاعد في بيته يحسن المعاملة مع مراته مع أولاده، والست تحسن معاملة مع جوزها، الأولاد يحسنوا المعاملة مع أهلهم لو كانوا أهلهم كبار ومحتاجين للرعاية يحسنوا المعاملة. فالإحسان في العمل والمعاملة ممكن بداية تطبيقه حتى وإحنا قاعدين في بيتنا في وسط عائلتنا، ممكن من خلال الإحسان في العمل ده نكتشف حاجات كتيرة جدا تربطنا ببعض ونوصل إلى الهدف الحقيقي للصيام. فلازم نعرف إن إحنا مثلا إيه في العصر اللي إحنا فيه ده، لما أنا ما أتبعش أساليب الوقاية السليمة اللي مفروض أتبعها في وقت الكورونا، يعني لو أنا بصلي وأصوم وبعمل كل حاجة وبعدين بطلع في الشارع أقول إيه ده كلام فارغ، أهو هسيبها على الله اللي ربنا يجيبه يجيبه، وكل الكلام ده واللام وبلاه والاستهبال ده اللي موجود عند كتير من الناس، ونتجمع ونتزنق في بعض وكل الكلام ده ومش هممنا وما نلبس كمامات وما نعملش حاجة. يعني ده عمل فيه ضرر للغير، فهو عكس الإحسان في العمل. فهل أنا ينفع إن أنا أصوم وفي نفس الوقت أضر غيري؟ هل ربنا هيقبل صيامي وأنا بضر غيري؟ طبعا ده سؤال علمه عند الله وتجاوبوا عليه بنفسكم. هنا الصيام لازم يؤكد القيم في العمل والتعامل،
يعني الصيام هدفه تأكيد القيم دي في العمل والتعامل. ولو القيم دي ما تأكدتش وحملنا نفسنا وحملنا غيرنا كل الكلام ده وأسلوب التعامل مع كل شيء مع البيئة. يعني أقول لك حاجة، إن إحنا جينا في وباء كورونا ده ولقينا إن التلوث في العالم قل 40%، مية النيل بقت زرقاء لأول مرة، كل حاجة ثقب الأوزون اللي في الجو اتقفل، يعني الدنيا اتغيرت 40% من التلوث، يعني الطبيعة هنا اتغيرت خالص. ففي نفس الوقت مئات الألفات اللي ماتوا في العالم دول ما يروحش موتهم هباء لو كان نتيجة موتهم إن الأرض اتحسنت صحتها 40%، وما يروحش موتهم فداء إلا لو إحنا اتعلمنا الدرس واستمرينا في حماية البيئة بتاعتنا، بحيث إن إحنا نغير علاقتنا بالبيئة. يعني المصانع اللي بترمي التلوث بتاعها في النيل مثلا دلوقتي ما بترميهوش، فالنيل نظيف، مش اول بقى ما يرجعوا للعمل تاني يرجعوا ليما لعادتها القديمه. لا، نبتدي بقى نقول لا، مفيش حاجه هترمي في النيل خلاص، نقفل كل المصارف نازله عن النيل، نقفل الحاجات، نتشدد في حمايه البيئه. يعني لازم نعرف ربنا بيجيب لنا حاجات فيها دروس، لو ما تعلمناش بالدروس هتجيلنا دروس اكبر بكتير. ولو في الاخر ما الانسانيه دي ما بتتعلمش، فالطبيعه ممكن تخلص من الانسانيه دي، ما لهاش لازمه بقى. يعني الانسان اللي اتوجد في الارض وهيبتدي يعمل ضد كل القيم ويدمر في كل اساليب الطاقه الحيويه اللي موجوده في الارض، هو لازم نهايته هتبقى هتبقى قريبه. فعادي، يعني زي مثلا انا ايدي هنا على الجلد ده بيبقى فيه مثلا بكتيريا كتير جدا، يمكن في السنت ده في 2000 بكتيريا موجوده، وهي كل واحده بتقوم بعملها، في صمت الجلد، في صمت الشعر، في صمت البول، كل واحده بتقوم في عملها، مجتمع كامل موجود على كل صمت في الجلد ده. المجتمع ده شغال، ولذلك انا بحس ان الجلد بتاعي كويس، مفيش اي مشكله وقايه ليا. لكن لو ابتدوا دول ما يؤدوش الوظيفه بتاعتهم، انا بعمل ايه؟ بدون وعي اروح هارش كده مطرح الخلل ده. في الهرشه دي بيروح فيها مثلا 2000 بكتيريا في السنتي مربع اللي عملت في الهرشه دي. فارجو اننا نتعلم، وما فيش داعي تخلوا الارض تهرش الهرشه دي لحسن تضيعنا كلنا وتضيع الانسانيه كلها. فخدوا بالكم، ما تقولوش ايه علاقة بقى ان انا البس الكمامة، ايه عايز تقول لي ان مثلا لو ما لبستش الكمامة صيامي مش نافع، ايه الكلام الفارغ ده؟ والله بصولها زي ما بصولها، الاحسان في العمل واساليب الوقاية جزء من الاحسان في العمل. وانا في رأيي المتواضع الخاص ان الصيام ما ينفعش لو انا لا احسن عملي ولا علم عند الله. ولينا لقاء تاني ان شاء الله. شكرا لكم.